المواجهه مع المتصدر نادي الشارقه، هل تحسن في هاتين ونجوم اخرين ممكن يظهروا في الموسم؟ والعين والوسط والمحطه قبل الاخيره من نهايه السيزون، مشوار طويل جدا سواء على مستوى البدايه الجميله اولا، اوه المهاره الجميله ممتازه وركله جزاء جميله، هي دي المباريات. الله الله الله، بدايه جميله، بداية جميلة وفي ركل جزاء على عزاء سالم، لما شوف الله فرصة للزعيم نادي العين والبداية ولد، جول جول أول لنادي العين عن طريق روبن يسجل هدف جميل. حبات الكريز المتعددة في الفرقتين، تمشي على طول الكرة خطيرة للصي، أوبا تاني يا ولد، شو تاني ولا مين هتشوف هدف جميل 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 يسجل أعتقد يحيى نادر، ولا هتشوف الهدف حتى واحد في المهارات الجميله، هاتوا خد لمسه حلوه، يا سلام الله الله على العين، الله على العين وجمال وتلاته، يا سلام على العين الروعه، الزعيم 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 يسجل النجم الجميل واللاعب فلاح وليد يسجل الهدف الثالث للزعيم. ثاني في جبل اليسرى عن طريق كايو، واجه قدم الخارجي خطير، اوبا والرابع يضيع، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، فيش رقابة خالص فشلة، ونادي العين يبحث عن هدف الرابع، والرابع يا ولد مش ممكن، لا 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 روبن يا كايو يا خطير، يا كايو يا خطير، يا ولد يا ولد، هدف جميل، هدف جميل للنجم الجميل، خلاص مفيش حاجة اسمها يرجع دلوقتي، حد يغطي مكانه، تشو تاني والعرض الخطيرة وكرة الخامس، يا الله على العين، مش ممكن مش ممكن، نادي العين يسجل خامس أهدافه، خامس أهدافه في 37 دقيقة لعب، يا الله يا الله يا الله، مش ممكن الوصل، مش ممكن، حاولة لمسة همسة غمسة، كعب القدم تاني، الغمزات الرقصات، يا سلام يا سلام، يا الله على نادي العين، روعة روعة روعة، كعب القدم تقول ووجه القدم تقول وقول عن غير طبيعي، يمشي على طول الكرة تاني في اليسار جميلة ممتازة، هذه العرضية، العرضية خطيرة، ممكن جول، ممكن جول يا ولد، لكن خالد عيسى قراءة قراءة مزدوجة من الأخطبوط، ده اللي عنده دماغين يفكر خالد عيسى، شوف هنا توقع خروج من عمق جميل، ممكن هدف، سجل 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 يا ولد يا ولد، يا الله يا الله عليك ابو علي، حسن حسن محمد يضيع فرصه خطيره، اللمسه الاماميه خطيره جدا، شباب الشباب الشباب، يا ولد يا ولد يا ولد، لكن يا سلام عبد الله صالح يا كبير، يا سلام عبد الله صالح يا كبير، شوف الكره حطت ولد بيلعب في الدرجه الاولى بقاله 20 سواء اصابه او سواء مرض، مفاجأة خطيرة جدا، جول يا سلام عليك يا خالد عيسى، خطيرة لكن هدف للوصل، هدف للوصل جميل جدا، يسجل الوصل هدف جميل، إذن الوصل يقرب أو يدلل أو يسجل هدف عن طريق ناصر محمود، أعتقد هدف هنا في مرمى خالد عيسى، 5-1 5-1، عطف الليبرو ومركز المنقذ، يلعب على طول تشو تاني خطير، يا الله على الاستلامة يا لعيب يا كبير، يا ولد على الاستلامة، يا ولد على الاستلامة، عظيم يا ولد، يا الله عليك يا كايو، الاستلامة الحلوة لكن تسلل تسلل، اوف سايد اوف سايد، هو عارف هو عارف هو عارف، في سبق اصرار وترصد، شوف لحظة لعب الكرة والمساعد الثاني ممتازة، الحكم العبدولي العبدولي يا بدولي، انقطع على كايو لصالح عبد الله جاسم، لكن ولد اخلاق وهادي جدا انطباع، وحكم اللقاء فعلا سيد احمد عيسى يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني بفوز عريض وفوز كبير في تاريخ اللقاءات، المواجهة رقم 88 نادي العين يتقدم بخمس